والآن ننتقل إلى أخبار الطقس والأرصاد الجوية. فاطمة خليل نعود إليها مجددا. تفضل. شكرا سحر، شكرا نهى، وأهلا بكم مجددا وأخيرا مشاهدينا، ووقفة أخيرة مع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية استمرار ارتفاع الرطوبة، ما يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة بقيم تتراوح من درجتين إلى 4 درجات مئوية غدا الأربعاء. أوضح الخبراء أن الإحساس بالطقس سيكون شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب نهارا على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية. وفيما يلي الدرجات بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على بعض مدن ومحافظات الجمهورية، والبداية دائما من القاهرة العظمى 34، الصغرى 25، الإسكندرية 31-24، مطروح 30-24، بورسعيد 31-25، الإسماعيلية 35-26 وجوها شديد الحرارة، سويس 35-25، العريش 32-24، طابة 35-26، شرم الشيخ 38-29، الغردقة 37-28 وجوها أيضا شديد الحرارة، الأقصر 41-28، أسوان 42-29، الوادي الجديد 40-25، شلاتين 38-27، حلايب 35-28 وجوها أيضا حار. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.